birmiş bunu ile nazik dek bağlı ve ne alın hani talaka hatta halık şehit bu بهدف التوعية حول التحديات التي يواجهها الأمن الاجتماعي في كردستان، نظم الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية ندوة حوارية ركزت على الجرائم الاجتماعية والآليات التي تتبعها حكومة كردستان في مكافحتها، سواء كانت عبر التوعية أو تجديد المحاسبة والعقاب وفقا للقانون. اليوم نحاول نتكلم حول الجرائم الاجتماعية، بالأخص جرائم الانتحار الرجال والانتحار المرأة وقتل الرجال وقتل المرأة، وحول ونتكلم حول وضع المرأة المعنفين ومهددين في المراكز المأوى في المحافظة الأربيل والسليمانية والدهوك، ونحاول إن شاء الله نتكلم حول الآليات المناهضة ومعالجة وكيفية معالجة المناهضة في هذه الجرائم. وتأتي الضغوط الاقتصادية على رأس قائمة التحديات أمام تحقيق الأمن الاجتماعي في كردستان وزيادة معدل الجرائم والعنف الأسري، خاصة مع تأخر بغداد إرسال رواتب موظفي الإقليم من جهة وتطبيق إجراءات الحظر لمواجهة جائحة كورونا من جهة أخرى. بكل تأكيد في الدول المتقدمة اقتصاديا يكون معدل الجرائم الاجتماعية منخفض جدا، بينما الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية مستمرة فإن معدل الجريمة يرتفع بسبب تأثير الاقتصاد على الأوضاع النفسية للأسر. ومسؤولية المؤسسات والمنظمات الحكومية والمدنية اليوم هي العمل على مناهضة الجريمة داخل مجتمعنا الكردستاني. فترة حظر التجوال بسبب كورونا وتأخر إرسال بغداد لميزانية إقليم كردستان أثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وبالتالي ارتفاع معدل الجرائم الاجتماعية وخاصة زيادة حالات الطلاق والانتحار بحسب آخر الإحصائيات. وتشير أرقام الجهات المعنية في كردستان إلى تخطي أعداد الجرائم الاجتماعية خلال الخمس سنوات الماضية حاجز 40,000 حالة توزعت ما بين القتل والانتحار والطلاق والاعتداء الجنسي. لقناة زاغروس تيفي، شيار محمد، السليمانية.